تحياتي ليك كريم مره اخرى من استاد الاسكندريه، ويعني كابتن احمد كشري المدير الفني لفريق الانتاج الحربي. كابتن احمد، ظهرت لك الهزيمه من نادي سموحه، يمكن تغييراتك اثرت ايجابيا في اخر ربع ساعه بشكل كبير جدا، يمكن لعبت بمساكين في نص الملعب. عندك ازمه في فريق الانتاج الحربي، عندك مشكله في الفريق؟ لا، الحقيقه الفرقه فيها مشاكل الحقيقه، يعني انا مش عايز اقول كده عشان النتيجه، لا يعني انا من ساعه ما جيت يعني الاجوان اللي جبناها كلها يا ضرب الجزاء يا كورنر كره ثابته، ما عنديش لعيب يجيب جون. انا في التمرين ساعات بقعد بالساعه، لعيب عندي ما بيجيبش جون، وبحافظ وما بيجيبش جون، ما بعرفش اجيب جون. فيجي في الماتش، انت لو شفت الجيم ماشي ازاي لحد اول كوره فاول جه لي سموحه، انا اللي ماسك كوره وانا رايح لجون، بس ما عنديش لعيب يخلص. انا النهارده عبد المجيد بيلعب واخد اربع حقن قبل ما يلعب، يعني كان تعبان امبارح، شعر بسخونيه وبرد وقلقنا عليه، عملنا له مسحه وكان بايت في مصر واضطرينا نعمل كده عشان ياخد تخيل انت بتستنى لعيب وبتدي له اربع حقن ويعني وبتيجي تلعبه النهارده عشان بتلعبه ليه؟ عشان ما عندكش مهاجم، ما عندكش حد يجيب جون. يعني عبد المجيد اللعيب اللي فيه الرمق ان هو ممكن يجيب له جون وبيعرف يلعب على الجون، بس تعبان. لكن غير كده لا، يعني بصراحه يعني خالص من بدري يا كابتن. طبعا انا مش هضحك عليك، انا ما بحبش اتكلم على اللي قبلي، لكن لا، تكوين الفرقه سيء جدا بصراحه. يعني طبعا يعني في حاجه مش مظبوطه في الفرقه، يعني حتى الروح مش، لا يعني اول مره اقابل اللعيبه، يعني رغم ان انا من المدربين اللي عندي اصرار جدا على المكسب، اصرار جدا، لكن في روح انهزاميه ببعض اللعيبه، وللاسف بتبقى من اللعيبه اللي مش صغيره، يعني اللي عنده خبره بيبقى انهزام. فلازم لعيبه، ده مش معناه ان اللعيبه لا، طبعا انا اتحمل كل حاجه ويعني اي حاجه عليا انا، لكن لا، انا المباراه انا شايفها الجيم، والله العظيم الجيم كان ماشي سهل جدا وعادي جدا، وواصلين للجون وفي شك في ضرب الجزاء لينا واحنا اللي واصلين للجون، وكان سموحه ما وصلتش لجوني لمده حوالي 20 25 لحد الجون الاولاني، اول جون جه فيا في الفاول، اول كره عليا من بره 18 جون. فمش معقوله برضو انت بيصادفك سوء توفيق غير طبيعي. يعني اضحك عليك، انا منزل، انت بتقول لي التغييرات، انا منزل امن دفاع زوكا في نص الملعب كمان، منزل امن الفرقه، مش منزل هاجم عشان ما تضحكش على الناس، انا منزل امن اللي شايف عندي شوارع اللي عمال يعمل كده، اللعيب بيترقص بالتليفون عندي، طب اعمل ايه؟ نقف بقى نستنى جون. فطبعا نزلت امن، فتشوف وانت بتامن بيجيب جونين. يعني معنى كده لو انت عندك اصرار على مكسب، لا كنت كسبت طبعا، كنت تقدر تكسب، بس لو كان عندك الاصرار على المكسب من اللعيب الملعب، فطبعا لا، في حاجه غلط في الفريق. وده طبعا يعني مش بقول يعني انه الناس بنقعد في يعني تكوين الفرقه، تخيل انا عندي لعيبه محترفين معايا ما بيلعبوش، ما بيشاركهمش، فاذا النهارده انت كمان المحترف اللي عندك اقل من اللاعب المصري اللي عندك، يعني ده برضه حاجه مش طبيعيه. يعني المفروض انا ما بشتري لعيبه محترفين عندي، لازم يبقوا عندي، يعني ما بيجيبوش جون. يعني ماضو اخر جون جايبينه امتى؟ فيرا انا مش فاكر جاب جون امتى حتى. فبالتالي انا عايز الاعب لعيب بيجيب جون، فبدات اوظف شيكا من نص ملعب عشان بيهاجم، العبه قدام مصطفى البدري، بسيبه اطول وقت، رغم ان مصطفى البدري اللي كان السنه اللي فاتت معايا في اسوان كان بيلعب ماتش بيقعد اربع خمس ماتشات، يعني ما كانش لعيب ستاندنج، يعني ما كانش لعيب اساسي عندي. عبد المجيد ما كانش لعيب اساسي السنه اللي فاتت معايا في اسوان، رغم ان هو لعيب مميز جدا، لكن كان بيقعد لان كان عندي فادي فريد وعندي كريم الطيب وعندي ابراهيم جلال. النهارده لا، انا لما عبد المجيد تعبان احنا بلعبه هو تعبان، يعني الراجل بيلعب هو تعبان، حتى في الاخر انا قمت قلت له اطلع نلعب ناقصين، يعني اعمل ايه يعني انا.